عاصفة الشتاء هذه السنة لم ترحم اللبنانيين في كل المناطق. في ظل أزمة غلاء المعيشة، مدفأة الغاز والكهرباء التي كانت تكفي برد بيروت أصبحت غير قادرة اليوم على الاشتعال لتدفئة منازل المدينة. فكيف أرخت هذه المشكلة بظلالها على اللبنانيين؟ كان البيت تلج، يعني قطعة تلج. كنت محمم ابني الصغير، يعني حاولت هي دفاية صغيرة وبس هيك، إنه عشان ابني الصغير يعني دورت شي ساعة بدك تقولي بالشهر كله، لأنه حسيت إنه الدنيا تلج، يعني ابني صار يرجف من البرد يعني. بس بيجي بدي طلع بفاتورة، إنه حرام ابني أوكي بدي دفيه، بس بدي طلع بالفاتورة ما في، يعني ما في دورة. لا ضلنا مخبيين أنا وولادي حد بعضنا، مغطيين بالحرمات أو منلبس كتير، يعني صار وجبة وكتافنا ما عم نلبس وما عم ندفع لأنه كتير سعاية. والله الشتوية قاسية كتير كانت، ما فينا ندفى لأنه ما فينا ندور كهرباء، ما عندي دفاية غاز يعني أصلاً، وهالكهرباء كتير غالي، فنعتمد أنه بدنا نلبس كتير، والحرمات حوالينا كيف ما فتلنا، والمي تلج وما عم نتعذب لنتحمم، ما في ندور أزام. كثير كانت قاسية بالنسبة لغير سنين. الاشتراك كثير كثير غالي، إذا بدنا ندور يطلع علينا كثير، وكانت الدولة ما في بتجي لنا 5 دقائق بتجي وبتروح، أو 10 دقائق ساعة هذه إذا كثير يعني أجد. يعني ما فينا ندور دفة. هي أنا على طول الاشتراك صدمة، آخر مرة طلع علي 1,300,000 هو عداد، مع إنه أنا لا مدور عليه أزان لا مدور دفاية. صارت مثل حلم عنا إنه إذا واحد دوره يتحمم بشي كتير مهم، يعني يكون عملنا شيء إنجاز. يعني ما في كهرباء لحتى، والغاز كتير غالي، يعني ما في إلا إذا واحد مضطر كتير لسخن له شوية مي. يعني أنا عم بعمل حسابي إنه تكفيني إجارة الغاز شهر، لحتى أنا بعرف إنه عندي هالدفعة بدي أدفع، بس إذا بدي أسخن مي ما بقدر تكفيني جمعتين، يعني مع الشاي والأكل وهيك. آخر مرة أنا جبتها كانت 300,000 بعتقد، ما هي كل يوم بشكل عم بتكون الغاز. غلاء الغاز وارتفاع فاتورة الكهرباء دفع باللبنانيين للجوء إلى بدائل تقليدية. رجعونا لأكثر من 100 سنة لورا. يعني أنا عشت هالأيام هيدي مع أهلي، كان عمري شي 11 سنة 12 سنة، كان أهلي عندهم بابور ويولعوا بالبيت ونحطهم ندفع علي كمان. جبنا بابور على الكاز كمان، هذا كانوا يستعملوه أهلنا بالزمان. اضطرينا نجيب بابور على الكاز لحتى نسخن ماء نتحمم، نتحمموا الأولاد والعائلة، عم نتحمم بالكايلي كمان والساطل والحلي، كله بدي عم يرجع. في له مطرح بحط له كاز، بجيب كاز، وفي له قمع بحط له كاز في لينتلي، وبحقنه شوي لحتى يعبي مطرح الجرن، له جرن تحت الراس تبعه، بس يعبي كاز بولعه، بترك شوي ليحمى، وبسكر في له وحدة لحتى تضغط الكاز مزبوط، بحقن فيه لحتى يولع بيصير قوي، لي صوت قوي وناره قوية، بنحط الحلة عليه وننطر لتسخن ونتحمم. ايه اوقات هيك بالسهرة صوته حلو هو، يعني كنا نستأنس فيه نحن وصغار، رجعنا عدنا هالايام هيدي هلا عالجيل هيدا. نحط اوقات بالسهرة نحط عليه شيء حديدي وندفع عليه كمان. إذا ضلت هالحالة هيك والوضع صعب لهالدرجة، بدنا ندور على وسائل التدفئة والأكل وكل شيء اللي كنا نستعمله بالزمان. لا يزال اللبنانيون قابعون في دوامة البحث في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، فاليوم الببور وغداً القنديل.